بعظمة لسانه إذا الأهلي دوما أراد الانتصار. طبعا الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي بيته التاريخي إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا الأهلي دوما، خلينا نحكيها، إذا الأهلي دوما أراد الانتصار. ما هو الأهلي مش هيريد الانتصار يوما، لابد أن يستجيب الملعب. هو الأهلي مش هيريد الانتصار دوما، يوما دوما وليس يوما دوما. فاحنا بنعدل دي لأسباب تخص الأهلي. طيب إذا الأهلي دوما أراد الانتصار لابد أن يستجيب الملعب، لأن هو ديت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهو ده الترجمة الحقيقية لفكرة التوكل على الله. أنت بتأخذ بالأسباب. أيوة. بتفعل كل ما عليك ثم أنا بس عايز أقول قبل ما التوفيق من عند الله في كل الكلام الطيب ده وفي السهلالة اللي احنا عايشينها، أن التوفيق يا جماعة عنصر خطير وهام جدا، بيحدد رؤيتنا للأمور حتى، مش بيحدد ولكن التركيز. لا يصيب يعني إلا من يستحقه. احنا لعبنا مباراة بديعة في القاهرة وضاعت مننا المباراة لظروف غريبة لا تتكرر، فقصينا جامد على نفسنا، لكن الموقف الصعب ده خلينا نبدع مرة أخرى خارج الديار، ولكن كان التوفيق حالفنا.